السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. نتوما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. بالنسبه اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم جديد بعث وخفيطنات اللي خدمتهم للكليان. وحتى نتوما مرحبا بكم والف مرحبا. اللي بغات تخيط اي حاجه مرحبا والف مرحبا، ما عدا قنيطرات بيجامات هكا، هذوك حبست الخياطه ديالهم كما قلت لكم. بقيت كنخيط غير جلارب وقفاطان وتكيشطات وشي حاجه هكا، نقصت عليا شويه الخدمه لان يدي بوحدي ما قدرتش على كلشي الصراحه. وبالنسبه اللي كتسول على عنوان المحل، في مدينه كازا حي مولاي رشيد اقامه البيضاء امام مدرسه الترميدي، ورقم التواصل راه هو اللي كيطلع لكم مره في الفيديو. ونبداو على بركه الله باش نوريكم الحويجات اللي طلعوا، وحتى نتوما بغيتو تخيطوا شي حاجه مرحبا الف مرحبا. غادي نبداو بهاد الدوبياس هادو، جلابه وقفطان ديالها، ولا ما عرفتش واش باغي تلبسو بوحدو. متتبعه من اليوتيوب من القناه حطت لي هاد الحويجات هادو، طلعوا لها غزالين تبارك الله ما شاء الله روعه. درنا معاك الجمعه، هو اليوم الجمعه وجدتهم لك. وهذا القفيطين حاولت حتى هو ندخل ليها فيه البوردو باش حتى لبغات تلبسو مع الجلابه يجيو مواتين، وخاطر زعما ماشي نفسها ولكن الخديمه راه كلها نفسها. والحويج بطبيعه الحال ما كيبانوش هكا من العلاقه، ضروري حتى كتلبسي عاد كيبانو. شوفوا لي القفيطين صح غزال تبارك الله. توب كريب، كريب كوريا بروميان ديالو. وبالنسبه للثمن ديالهم، القفطان كيبقى 600 درهم يعني 12 فريال، والجلابه حتى هي 600 درهم 12 فريال. شوفوا لي الطرز ديال الرباطي بالماكينه ديال الرباطي، وخديمه درنا الصم عقيده الصم والضفيره صم. وهنا كتجي هكا الرشيمه كتجي شويه رقيقه على ديال الصدر. شوفوا الخدمه، نقرب لكم الكاميرا مزيان باش تبان لكم. حتى بالنسبه اللي بغى يخيط عندنا مرحبا الف مرحبا، كنقرب لكم باش هكا تشوفي الخدمه واضحه والعقيدات وكل شيء، تشوفي الخدمه كلها واضحه. والثوب راه بروميان، ها نتوما غير من الشده راه تيبان شوف كيفاش طايح. الصحه والراحه اختي. وهذا كما قلت لكم خدات مع هذا القفطان، الصحه تقطعيهم بالصحه والراحه يا ربي طول العمر ان شاء الله. هذا قفيطين حتى هو داير هكا طفي راسهم وعقيده الصم. صحتك اختي وراحتك. فين بالنسبه لشنو هذا؟ هاد الجليبات هادو صافي هادو ديال الناس ديال الرباط، كنت كاسميت كتجيني الضحكه الصراحه. واحد الكليان عزاز، الناس ديال مومن وناس الرباط الصراحه ملي تيجيو عندي للمحل وحنا عطينا عاد الضحك والنشاط حتى كيمشي. شوفي هادي كي طلعت لي غزاله تبارك الله، والاخرين راه باقي نطور الانجاز حتى لي معنا والاخرين باقي نطور الانجاز ان شاء الله. اللي جديد بات اللي باقي حاطينهم، شوفي الخديمه طلعوا فنين. وطريس ناس هابطين هكا، هذه كتسمى خدمه ديال المعلم تخراس. هذا كيتخدم هاد الزواق كيتخدم باليد، والخدمه راه كلها بالماكينه. واللي بغات تخيط شي حاجه حتى هي هكا مرحبا والف مرحبا. عندك الثوب جيبيه وجي مرحبا بك، ما عندكش ناخذ لك انا من عندي الثوب وكلشي. التوب راه كاين، غادي نهز لكم الكاميرا شويه. كاين المليفه هما الفوق، كاين الكريب، كاين كريب مخطط، كاين جوهره، كاين حتى التوب. هادي جات فنة انا بعدا حمقات. شوفوا ليا بالصحه والراحه اختي. والاخرين راه باقيين كيتخدموا حتى هما. وكاين هادي، هادي لي بالموف سيبتي كي جات، كنتمنى غير القياس حتى هو يجي هو هذاك. هادي حتى هي فيها هاد الخديمه. هاد الناس ما بغوش عقيدات بزاف، ويمكن دوك الجلاب كامل اللي حطيتو ما فيهمش العقاد. حتى هادي فيها التخراس بحال هكا، جات خديمه زوينه فيها. هذا توب لولا وطريس وطريس ناس بالصحه والراحه.
داكشي جات في 100 ولا والاخرين راه باقيين كلهم مدفوع اللي فيهم الطرزه وداكشي باقيين شويه باقي في القطار. فين هادو اللي يخدموا في المحل راه تخدم؟ وبطبيعه الحال هاد جليبات بالنسبه للناس اللي بغاو يخيطوا انا كنفصلهم في المحل عندي وكنصيفطهم للمحل عند الوالد هو اللي كيخدم ليا هاد الخدمه هكا ديال المعلم. صحتك وراحتك. وشنو اخر عندنا؟ عندو دابا الجوهرات الناس اللي حاطين عندي جوهره. شوف لي الخدمه هادو كاين اللي كتاخذ من عندي التوب وتخيطو كاين اللي كتجيب التوب ديالها. هادي الطرزه ديال التاج بالصم كيجي بحال هكا. بغيتي ديري ليه مجديل ديالو ما بغيتيش كتلبسيها كنطلق بالحزام. بالصحه والراحه لمولاتو. كاينه هاد الغندوره هادي شوفوا كي كتجي في الصاله ديالها كم عملناها فيها غندوره كتجي الخدمه ديالها مزيانه حتى هي بهاد الطريزه هكا والصم ابيض. الا عندك تويبات جوهره بغيتي تخدميهم بحال هكا مرحبا والف مرحبا. وبالنسبه للثمن راه جد مناسب. انا ثمن الخياطه ما كنقولوش في اليوتيوب لان كل واحد داير ثمنه وبالاخص لاحظت انا الثمن تيقول كطيحي علينا السوق تديري كديري يعني كنخيط بثمن مناسب ما كنغليش بزاف وماشي ثاني. مهم كل واحد كيدير ثمنه وصافي. وهذه هي بالصحه مولاتها. وندوزو لهاد اللوين تا هو غزال. شوفوا ليا هادي تا هي حاطه بحال هكا. شوفوا الخدمه ديالها. وبصحتك وراحتك قلت لكم العلاقه ما كتبينش البياس. نشوفو الصحه والراحه لمولاتو حتى هو. هذا الجوهر حتى هو خدماتو بالبرونز باش هكا يمشي ليها مع بزاف الحويجات اللي عندها مخدومين بالبرونز. جزوين بصراحة بالصحة والراحة لمولاتو حتى هو. هادو القفيطين هذا ادب السلهم ديالو الصراحه هما جوج سلهم دفعته باش ندفع ليه دوك القفيلات اللي كيتسدو من الفوق. هذا براند على جوج شعرات ماشي مسود مخدوم بالبيض. كاين الاخر اللي بالذهب هذا مولاتو الحاجه هذا دايره بالصم ابيض. هذا اللي مولاتو دايره ليه السلهم من الفوق هذا اللي منبس بالذهبي. هادو كنخدمهم راند على جوج شعرات وفيها هاد التنبات هذا كيطلعوا فنين. هاد الخدمه كتجي غزاله. شوفوا معايا الراندة خدومه حصيره بالرقيق ودريس في الكميمات كيطلعوا روعه. هادو في اللبسه لا سواء الخدمه كتجي فن لا في الجلابه لا في القفطان. الصحه والراحه الحاجه هذه حتى هاد القنيطره هادي طلعت ليها في الطريزه حتى في الكمام طريزه في الكم وحتى في الكم الاخر. الصحه والراحه. باقي عندك قنيطرات اخرين وهذا كما قلت لكم غنبقى نقلبهم كل مره. مهم نفس الخدمه انا كنشوفو معاد كنعرف اسم اللون. الصحه والراحه المناسبه حتى هو. كاينه هادي حتى هي بالبرشمان لون كراميل ودارت ليه البرشمان في المارو دوك الزويقه ديال البرشمان في المارو. هادي مخدومه باليد وبالماكينه ماشي كلها يد. حتى هي الخياطه ديالها ثمن جد مناسب. اللي عجبتها شي حاجه تسكرينيها ودوز عندي الواتساب اللي بغات تخيط بحالو. اما بالنسبه للمالينا تجليبات بالصحه والراحه تلبسو تعاودوا ان شاء الله. عندي
تكشيطه هذه دبياس ومحلوله هكا من الجناب، فيها الخديمه في الجناب ديال التحتاني. دارت غير سفيفه صم وعقيده صم وفتيحه هكا في الجناب، مجوجين فيهم الخدمه في الجناب وحتى الوسط. رجعنا في التكاشط الخدمه ديال زمان، يعني تكشيطه زمانيه ديال شحال هذه. وهكا في العلاقه بصراحه راه ما كتبين حتى شي حاجه. شوفوا لي الخدمه، ما بغات لا طرز لا حتى شي حاجه، جات هكا روعه روعه. الصحه وراحه المولاتها حتى هي. المهم كنتمنى ما نكون نسيت حتى شي واحد. كنقلب شغلي باقي مصور ليكم تقريبا كلشي صورته لكم. الخدمه اللي كامله عندنا هذا الاسبوع هذا، واللي باقي ما شافت جلابته ولا شي حاجه راه طور الانجاز، باقي كنخدموا فيهم. وحتى المهم اللي كملت عاوتاني نعاود نصور لكم هكا فيديو اخر. ومرحبا بكم والف مرحبا. تسناو الجديدين ان شاء الله، ما تنسونيش من لايكاتكم دائما ولا ليختكم عليا كاملين. باي باي، الفيديو الجاي ان شاء الله.